موضة قديمة وعريقة تأسست من أكتوبر 1988، تقدم في برشا إعانات وبرشا مساعدات للعائلات المعوزة. كل الإطارات والمؤسسات الجهوية ساهموا في تكوين هذا المعهد. تلميذ كي يجي مؤخر نحاول نحسوه بالخطأ ساعات. البيت هذايا اللي هو في الحقيقة مخصص أولا وقبل كل شيء لأبنائنا الطلبة والتلاميذ. بالنسبة للمنظمة التربوي الأسرة كان لها دور كبير أساسي تربوي واجتماعي في المؤسسات التربوية العمومية. عنا 6 شهور نخدمه ما غير حتى ما غير شهرية. ننصح العباد الكل جو يقروا لهنا فرصة في المقاطعين عن الدراسة. الحق جبتوا لهنا فرح وتبدل ولا محلاه.